السلام عليكم. اكثر من 50% من سكان العالم عندهم الانترنت، بصح شكون راه يتحكم فيها؟ شكون اللي راه مخليها تمشي 24؟ تبعوا معايا. قبل ما نعرفوا شكون يتحكم في الانترنت لازم نفهموها كيفاش تمشي. الحكايه كاع بدات في 1969 في وزاره الدفاع الامريكي من واحد لابرونش اسمهم Advanced Research Project Agency ولا الاربا، اللي خدموا بزاف برينسيب اللي راهي مبنيه عليهم الانترنت دوكا. في البدايه ربطوا بها شويه جرنيعات وسموها اربانات، وبشويه بشويه حتى بدات تكبر ولات بالمعنى اللي نعرفوه دوك اللي هو الانترنت. مورها ب 20 عام جا واحد السيد اللي اسمه تيم بيرنسلي اللي هو كمبيوتر ساينتست من الانجليز، كان يخدم في سيرن بجينيف، اللي قال شحال من بروبليم بعد ما كريا الورد وايد ويب ولا 3W اللي نعرفوها دوك. كاين فرق بين الانترنت والويب. الانترنت هي الانفراستركتور اللي مبنيه عليها الشبكه تاعنا، والويب هو طبقه جايه من الفوق اللي تخلينا نتبادلوا لي زانفورماسيون اللي راهم كاينين في الويب عن طريق الانترنت. الانترنت مخلي المود مربوط فيما بينه بلي كابل اللي جايين تحت البحر واللي يجوزوا على شحال من بلاد، ودوكا راه كاين اكثر من 420 كابل تحت الماء اللي يربطوا اكثر من مليون كيلومتر مربع. دوكا الفارتين مليحه، شكون يتحكم في الانترنت؟ كاين زوج اجابات. الاجابه الاولى هي حتى واحد وكاع الناس، لانه الانترنت هي نظام غير مركزي وين ما تقدر تتحكم فيه حتى بلاد، بصح يقدر الاي اس بي تاع البلاد تاعك اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر كيما الجيري تيليكوم يتحكم لاكسي في كالكو سيت كيما لاشين، مانعين عليهم يدخلوا السيت ويب تاع جوجل كيما يوتيوب. الاجابه الثانيه هي كاين سبع عباد اللي يقدروا يتحكموا في الانترنت. كيفاش هذه؟ كاين واحد المنظمه لا ربحيه اللي اسمهم الايكان ولا انترنت كوربوريشن فور اساين نيمز اند نمبرز، ومن الاسم تاعهم يدلوا باللي هما اللي يتحكموا في لاباز دوني روت تاع الدي ان اس. قبل ما ندخلوا في لي ديتاي لازم نفهموا الدي ان اس ولا دومين نيم سيستم. شاك سيت ويب عندها ادريس اي بي تاعها، والادريس اي بي هذه صار لها كيما النيميرو تاع التليفون. فار اكزومبل الادريس اي بي تاع سيت ويب تاع جوجل هي هذه، ونفس الشيء احنا ما نقدروش نحفظوا كاع لي نيميرو تليفون تاع كاع الناس اللي نعرفوهم، ما لا رانا دايرين كاتالوج اللي يربط لنا الاسم مع النيميرو تاع التليفون. دي ان اس هذا نفس الشيء، هو كاتالوج اللي يربط لنا لي زادريس اي بي تاع لي سيت ويب مع لي زادريس ويب تاعهم. الكاتالوج الكبير كاع ولا دي ان اس اللي فيه كاع لي سيت ويب اللي كاينين في الانترنت جاي في واحد لاباز دو دوني اللي يتحكم فيها واحد المفتاح اللي اسمه ماستر كي. هذا المفتاح يكونتروليوه سبعه تاع لي كارت اللي مخبيينهم في زوج صناديق جايين في الامريكان، واحد في الشرق في فيرجينيا وواحد في الغرب في كاليفورنيا. المفتاح تاع هذوك زوج صناديق مادين على سبع عباد في الموند، كل واحد من جنسيه مختلفه، ما لا غير هما برك اللي يقدروا يفتحوا هذوك زوج صناديق اللي به يتحكموا بالدي ان اس وبه راح يتحكموا في الانترنت. بصح اصبر، كيف هالكتالوج تاع لي زادريس اي بي مع لي سيت ويب تاعهم راح يخليك تتحكم في الانترنت؟ تخيل معايا لو كان يطيح الدي ان اس هذا في كاش واحد، غادي منه يقدر يتحكم فيك وين تدخل. مثلا كي تجي داخل جوجل غادي يبدل الادريس اي بي تاع جوجل، يحط لك ادريس اي بي تاع سيت ويب واحد اخر، واللي كي تدخل انت غادي يقدر يبيراتيك. ايماجيني ثاني راك باغي تدخل الكونت تاعك في البنكة، مالا كي تجي داخل السيت ويب تاع البنكة هو غادي يبدل الادريس اي بي، تدخل السيت ويب واحد اخر، وهكا غادي يقدر يبيراتيك ومام يقدر يديلك دراهمك. منظمة الايكان دايرة واحد سيراموني ولا اجتماع اللي يندار اربع مرات في العام، مرة كل 6 شهور، وين يتلاقوا فيه هذوك الكي هولدرز في سبعة باش يبدلوا الماستر كي. مرتين يديروها في فيرجينيا ومرتين يديروها في كاليفورنيا. هذاك الاجتماع عليه سيكوريتي كبيرة، وين ما لازمش يتوفر أي جهاز إلكتروني، كيما لازم يجوزوا على شحال من سكانر باش يقدروا يدخلوا لارينو هذيك، كيما تاع بصمة اليد وبصمة العين. وما ننساوش لي كارت اللي راه بدينهم هذوك السبعة اللي لازم يتوفر منهم على الأقل ثلاثة باش يقدروا يفتحوا الصندوق اللي فيه الماستر كي. اللقاء يسجلوه دقيقة بدقيقة، مش حامل كاميرا مش حامل زاوية، باش يمنعوا أي تسريب ممكن يصرى. بعد ما يجوزوا الكي هولدرز على كامل هذه الإجراءات يدخلون في الغرفة اللي فيها الصندوق، يفتحوا بلي كارت اللي عندهم باش يخرجوا الماستر كي. بعد ما يخرجوه يكتبوا الكود اللي جينيري لهم ماستر كي واحد آخر، معناتها يديروا له ميزاجور ويعاودوا يغلقوا عليه. يعاودوا يتلاقوا بعد 3 مواء في الاجتماع اللي جاي بيعاودوا يديروا نفس الخدمة. أونفا شكون هما هذو السبعة وكيفاش حتى خيروهم؟ هي في الصح كاين 14 واحد، سبعة عاديين وسبعة احتياطيين، وكامل عندهم خبرة وخلفية في الحماية. ما عليهم برك غير يسجلوا في الموقع الرسمي تاع الايكان ويديروا الطلب تاعهم، ومن بعد يتصلوا بهم اذا كانت تتلبى فيهم الشروط. وصلنا لافان تاع هذه الحلقه، ما تنساش تابوني في لاشين يوتيوب في الكونت انستغرام باش يوصلك كامل جديد. صحه فطوركم وصحه سحوركم، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.